سي اسماعيل تقدم ياخذ معنا صورة عن شيكة. الحمد لله أن الغاية والرغبة وداك الشيء اللي كنا كنتمناوه من سوق الورد تحقق اليوم قدام واحد الجمهور كنحبوه، جمهور مكناس في هذا المهرجان اللي كنقدروه من الدورة الأولى حتى للدورة 11. فما يمكن إلا نكون سعيد، وما يمكن أسرتي إلا تكون سعيدة، وما يمكن يكون إلا يعني السرور ديال الفنان المغربي أن نقول له بأن كاينين الناس كيحبونا وكاينين الناس يقدرونا، ومازال بالدعم وبالتشجيع ممكن نعطيو اكثر واحسن بزاف. انا خدمته اوماج للوالده ديالي اللي كانت مريضه بالزهايمر، ومراد الخودي عنده خالو كان مريض بالزهايمر، فتلاقينا في هذه النقطه ودرنا عمل. ولكن الصعوبه ديالو هو فاش كنت كنصور كانت الصوره ديال الوالده قدامي دائما في المدخل نصور، الا كنفكرها كنفكر المعاناه ديالها، وليت كنفكر المعاناه ديال كل واحد عنده مريض بالزهايمر. صعيب جدا، لان كتشوف واحد كتموت عليه وعزيز عليك ولكن ما عندكش ما دير له، وهذا صعيب جدا. نتمنوا ما الفيلم ما يعلمش بزاف الناس، ولكن ياخذوا منه عبره، لان ماشي سهل في هذا العرش في هذا السن ناخذ هذه الجائزه اللي ماشي سهله. وبالوجود ديال ابنائي، انا كنقول الطاقم كله اللي خدم معايا هما ابنائي، لا المهدي لا مراد الخودي، فكنعتبرهم اولادي، ما كنعتبرهم كيشتغلوا معايا. ماشي سهل ان هذه الجائزه ناخذها، راه ماشي سهل. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.